بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وعلى من تبعهم بإحسان وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذتنا ومصنف الكتب التي نعلمها ونتعلمها وذوينا وأحبابنا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قول المصنف: وما أخبر به النبي صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق. هذا اعتقاد في علامات الساعة. وهذه الأمور في الحقيقة إخبار عن الغيوب، وهذا تنبؤاته صلى الله تعالى عليه وسلم، إخبار عن الحوادث قبل وقوعها، وهذا حق النعم، لأنه بالوحي. نعم. ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وغيرها بالوحي وليس من التخيل. نعم. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، ما معنى أشراط الساعة؟ أي علاماتها من خروج الدجال ودابة الأرض، خروج دابة الأرض، كذلك خروج يأجوج وموجود، خروج نزول عيسى عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق. نعم. وهناك بعض المبتدعات أنكروا بعضا من هذا. نعم. من المبتدعات المحدثين هذا رجل أبو الأعلى مودودي، وفي الحقيقة كذب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أحاديث الدجال، وقال يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج الدجال، وقد مضى على إخباره أربعة عشر قرنا تقريبا ولم يخرج حتى الآن، فهذا من تخمينه صلى الله تعالى عليه وسلم حاشا وكلا، هكذا هو قال. نعم. ليس من تخمينه، بل كان وحيا وسيخرج إن شاء الله ويتحقق مثل فلق الصبح، لأنها أمور ممكنة. هذه الأمور، خروج الدجال كذا كذا من أشراط الساعة، كلها هذه المذكورة في المتن وغيرها، كلها أمور ممكنة أخبر بها الصادق يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فيقع لا شك. قال حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه: اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذكر، فقال: ما تذكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب مشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. نعم. هذا حديث واحد ورد في حق أشراط الساعة،
إذن حذيفة رضي الله عنه قال اطلع علينا، يعني خرج دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كوننا نتذكر، هم كانوا يتذكرون في علم، فسألهم فيما تتذكرون، قلنا نذكر الساعة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتذكرون في الساعة وأشراطها كذا، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات 10 علامات. ثم ما هذه العشرة؟ فذكر الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى عليه السلام، يأجوج وماجوج، ثم 3 خسوف. نعم، ثم يخرج نار من اليمن تطرد الناس إلى محشره. إذن هذه النار تنتشر وتغطي البلاد كلها، إذن تصيب البلاد كلها، عندئذ الناس يفرون منها ويلتجئوا إلى محشرهم، مكان الحشر في ذلك الوقت. نعم، إما يكون في سوريا أو في المدينة هكذا، يعني أو في هكذا ورد في الحديث بعض الأماكن يعتبر كمحشر للناس عند الفتنة عند المصيبة هكذا. ثم والأحاديث الصحاح في هذه الأشراط كثيرة جدا، هذا ذكر مثالا واحدا فقد أروي أحاديث وآثار في تفاصيلها وكيفياتها، يعني في تفاصيل الأشراط وكيفيات الأشراط، فلتطلب من كتب التفسير والسير والتواريخ. نعم، ثم والمجتهد قد يخطئ ويصيب، هذا اعتقاد أهل السنة بالنسبة إلى المجتهد. نعم، المجتهد، ما معنى المجتهد؟ مجتهد المستدل في العقليات والشرعيات الأصلية والفرعية. قد يخطئ، قد يخطئ معناه أي قد يحكم حكما غير مطابق، هذا معناه. وقد يصيب أي قد يحكم حكما مطابقا. نعم، وقد يراد بالإصابة الخروج عن عهدة التكليف، فعلى الأول ليس دعوى الإصابة بمسائل الوصول للمخالفين مطلقا، إذ الحكم في الوصول واحد معين عند الكل، وعلى الثاني يصوب المخالفان في الفروع مطلقا وفي الوصول إذا لم يكن أحدهما مكفرا. نعم، المجتهد يعني المستدل، يستدل على الأحكام العقليات كذلك على الأحكام الشرعيات، هذه شرعيات إما أصولية يعني اعتقادية وفرعية، أصلية فرعية اعتقادية عملية. نعم، هذا هو المجتهد. إذن هذا الذي ذكر الشارح التفتازاني رحمه الله أيضا، والمجتهد في العقليات والشرعيات الأصلية والفرعية قد يخطئ ويصيب، قد يخطئ يعني يكون حكمه، هذا الاجتهاد معناه استفراغ غاية الوسع في استخراج مسألة من مدلتها، فإذن هذا مجتهد، استفرغ وسعه وطاقته، ثم بعد استفراغ طاقته ما أصاب ما يعني وصل إلى حكم، هذا الحكم إما يكون مطابقا للواقع أو لا يكون مطابقا للواقع. ما المراد بالواقع؟ يعني الحكم الثابت عند الله تعالى، فهذا مسألة مبنية على خلاف آخر، يعني هل يكون في كل مسألة حكم معين عند الله تعالى؟ نعم،
يعني هكذا قال بعض العلماء. نعم حكم معين. إذن كل مجتهد باجتهاده هل يصيب هذا الحكم المعين الثابت عند الله؟ لا، في بعض الأحيان يصيب غيره يعني يخطئه، وفي بعض الأحيان أو مجتهد يصيبه يعني هو يعني وصل باجتهاده إلى ذلك الحكم الذي هو ثابت معين عند الله تعالى. وقال بعض ليس عند الله تعالى بالمسائل حكم معين، بل ما أدى إليه اجتهاد مجتهد هو الحكم عند الله تعالى. لو بني على هذا فيكون كل مجتهد مصيبا، كل مجتهد مصيبا. نعم، فإذا كل مجتهد مصيب أو المجتهد قد يخطئ ويصيب، هكذا يعني فرق نعم خلاف، هذا مبني على خلاف آخر. نعم، وذهب بعض الأشاعرة والمعتزلة إلى أن كل مجتهد في المسائل الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيها مصيب. نعم، هكذا يكون الاجتهاد. هو ذكر كل مجتهد هنا في المسائل الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيها مصيب، يعني الخلاف هنا والاجتهاد أيضا هنا. لو كان هناك دليل قطعي فلا اجتهاد في هذه المسألة، بل الاجتهاد هنا في مسألة لا دليل، لا دليل، ليس دليل قطعي في هذه المسألة. لو كان في المسألة دليل قطعي على حكمها فلا يجوز الاجتهاد، بل المجتهد يقول بمقتضى هذا الدليل القاطعي. نعم، وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في أن الله أن لله تعالى في كل حادثة حكما معينا، أم حكمه في المسائل الاجتهادية ما أدى إليه رأي المجتهد. ذكر هكذا بعض العلماء ما أدى إليه رأي المجتهد اجتهاد المجتهد. وتحقيق هذا المقام أن المسألة الاجتهادية إما أن لا يكون لله تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد، إما أن لا يكون لله تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد، أو يكون إما يكون هكذا أو لا يكون. وحينئذ إما أن لا يكون من الله عليه دليل أو يكون. إذن تحقيق هذا المكان هكذا مسألة اجتهادية، هل يكون فيه لله تعالى حكم معين؟ إما يكون، يعني بعض قال هكذا حكم معين، وبعض قال ليس هكذا حكم معين. لو كان حكم معين إما يكون عليه دليل أو لا يكون عليه دليل، ثم لو كان دليل هناك أيضا حالتان، فذلك الدليل إما قطعي أو ظني، فذهب إلى كل احتمال جماعة، إلى كل احتمال في هذه المراتب الثلاثة جماعة. والمختار أن الحكم معين فعليه دليل ظني، يكون عليه دليل ظني إن وجده المجتهد أصابا. إن وجده، يعني إن وجد هذا الحكم المعين الثابت عند الله تعالى باجتهاده وجده مجتهد أصاب، يقال في حقه أنه أصاب في اجتهاده. وإن فقده أخطأ، يعني لم يجد هذا الحكم فيقال في حقه أنه أخطأ. والمجتهد غير مكلف بإصابته، هل يكون المجتهد مكلف بإصابة هذا الحكم المعين عند الله تعالى؟ ليس بمكلف. لماذا؟ لغموضه وخفائه، بل هو مكلف باستفراغ طاقته فقط في الاجتهاد، ألا يقصر في استفراغ طاقته، هذا هو التكليف. أما فلذلك كان المخطئ معذورا، لو أخطأ هو معذور، لا يؤاخذ على خطئه على عدم إصابته
ذلك الحكم المعين عند الله تعالى بل مأجورا لماذا؟ لاستفراغ وسعه وطاقته يكون له ثواب مأجور فلا خلاف في هذا المذهب على هذا المذهب في أن المخطئ ليس بآثم لا خلاف على هذا المذهب المخطئ ليس بآثم على هذا المذهب معناه على مذهب أن الحكم معين هناك يتصور خطأ المجتهد لو لم يكن عند الله تعالى حكم معين بل الحكم ما أدى إليه رأي المجتهد فلا يكون خطأ المجتهد نعم ليس بآثم وإنما الخلاف في أنه مخطئ ابتداء وانتهاء أي بالنظر إلى الدليل والحكم جميعا ثم هناك خلاف آخر لماذا أخطأ في الحكم هل خطأ في الحكم لخطئه في الابتداء يعني في الاستدلال وأخطأ في الاستدلال لذلك أخطأ في الحكم هكذا قال جماعة من العلماء انتهاء أي بالنظر إلى الدليل والحكم جميعا وإليه ذهب بعض المشايخ وهو مختار الشيخ أبي منصور رضي الله عنه أو منصور أو انتهاء فقط يعني الخطو في الحكم فقط لم يخطئ في الاستدلال فقط أي بالنظر إلى الحكم حيث أخطأ فيه وإن أصاب في الدليل ممكن هو أصاب في الاستدلال والدليل لكن هو أخطأ في الحكم حيث أقامه على وجهه كيف أصاب في الدليل حيث أقامه على وجهه مستجمعا لشرائطه وأركانه مستجمعا لشرائطه وأركانه نعم فأتى بما كلف به من الاعتبارات يعني هذا الرجل المجتهد أقام الدليل على وجهه فأتى بما كلف به يعني هو امتثل ما أمر به من الاعتبارات وليس عليه في الاجتهاديات إقامة الحجة القطعية التي مدلولها حق البتة ليس على المجتهد يعني لا يجب عليه في الاجتهاديات يعني في المسائل الاجتهادية إقامة الحجة القطعية لا يجب عليه هذا ليس في وسعه إلا لماذا؟ لأن الله تعالى لم يقن دليلا قطعيا بل أقام دليلا ظنيا فقط فليس في وسعه إقامة الحجة القطعية في جميع المسائل الاجتهادية نعم التي مدلوها حق البتة حق يعني موافق مطابق للواقع والدليل على أن المجتهد قد يخطئ ماذا دليله وجوه الأول قوله تعالى ففخمناها سليمان والضمير للحكومة أبي الفتية يعني هناك حكم تحاكم قومان إلى داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام كان حكمهما مختلفين إذن قال الله تعالى في حكمي واجتهادي رأيي سليمان عليه السلام ففخمناها يعني هو فهم كثيرا فخمناها هو الذي فهم جيدا أما داود عليه السلام كان في الحكم مخطئا وسليمان كان مصيبا نعم والله أمير للحكومة فخمناها هذه الحكومة بين قومين متخاصمين أو هذه الفتية ولو كان كل من الاجتهادين صوابا لما كان لتخصيص سليمان عليه السلام بالذكر جهة لما كان لذكر سليمان عليه السلام جهة لأن كل منهما قد أصاب الحكم حينئذ وفهمه نعم إذن هذا التخصيص بالذكر يدل على أن سليمان رضي الله عليه الصلاة والسلام أصاب في فتواه وحكومته واجتهاده ورأيه هذا دليل على خطئ المجتهد وإصابته الثاني الدليل الثاني الأحاديث والآثار الدالة على الترديد الاجتهادي بين الصواب والخطئ بحيث صارت متواترة المعنى
هكذا أحاديث آثار كثيرة. هو يذكر مثالا قال عليه السلام: إن صبت فلك 10 حسنات وإن اخترت فلك حسنة. هكذا قال عن الاجتهاد. نعم، لو أصبت فلك 10 حسنات. لماذا؟ حسنة بعشر أمثالها. إن اخترت فلك حسنة واحدة، يعني هذه هي حسنة لأجل اجتهاده واستفراغ وسعه. نعم، وفي حديث آخر: جعل للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا. هنا 10 حسنات، في حديث آخر أجرين وأجرا، هكذا. على كل حال، الاختلاف في الأجر. نعم، أحدهما يخطئ والآخر يصيب. ثم حديث آخر وعن ابن مسعود، هذا أثر آخر. نعم، ليس حديث، أثر آخر. عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن أصبت فمن الله وإلا فمني. إذن هناك ترديد بين الإصابة والخطي، هذا أثر ابن مسعود. ثم فمني ومن الشيطان، فمني ومن الشيطان، هذا أدب. ما هو الأدب؟ ألا ينسب يعني الخطو إلى الله سبحانه وتعالى، بل يتواضع معه وينسب الخطأ إلى نفسه وإلى الشيطان. إلى الشيطان ليس لأنه يخلق الشر، بل هو يتسبب. نعم، ثم من دوافع الشر الشيطان، لذلك ينسب إليه. وقد اشتهر تخطئة الصحابة رضي الله عنهم بعضهم، تخطئة الصحابة بعضهم بعضا في الاجتهادات. نعم، وهذا أيضا دليل. ثم الثالث: أن القياس مظهر لا مثبت، فالثابت بالقياس ثابت بالنص معنا. وقد أجمعوا على أن الحق فيما ثبت بالنص واحد لا غير. ثم القياس مثبت أو يعني مظهر، القرآن والحديث والإجماع، القرآن والحديث والإجماع والقياس. من القرآن دليل مثبت لحكم. ما هو شأن القياس؟ هل هو مثبت أو مظهر؟ القياس ليس مثبتا لحكم، بل هو مظهر لحكم. يعني المجتهد ماذا يفعل؟ ويأتي بالقياس، يقوم بالقياس. فإذا وهو يقيس المقيس على المقيس عليه. فإذا هنا حكم ثابت عليه دليل من الله تعالى في حق المقيس عليه. فإذا هذا القياس لا يثبت الحكم، بل يظهر حكم المقيس كيف بقياسه على المقيس عليه. هذا هو يعني الراجح، القياس مثبت، لا القياس مظهر لا مثبت. فالثابت بالقياس ثابت بالنص، يعني القياس أظهر حكما ثابتا بالنص. النص أين؟ في المقيس عليه. القياس أظهر حكما ثابتا بالمقيس عليه، بالنص بالمقيس عليه، أظهره أين؟ في المقيس، ثابت بالنص معنا. وقد أجمعوا على أن الحق فيما ثبت بالنص واحد لا غير. ما ثبت بالنص الحق فيه واحد فقط لا غير. فما ثبت بالقياس ينبغي أن يكون كذلك، يكون الحق واحدا لا غير. فينبغي، فلا بد من خطئ مجتهد. لماذا؟ إن المجتهدون مختلفون في الأحكام، لا بد من خطئ إصابة واحد وخطئ غيره. هذا هو. ثم الرابع، دليل الرابع: أنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبينا عليه السلام بين الأشخاص، فلو كان كل مجتهد مصيبا لزم اتصاف الفعل الواحد بالمتنافيين من الحذر والإباحة أو الصحة والفساد أو الوجوب وعدمه. هكذا.
لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبينا عليه السلام بين الأشخاص، بل الأحكام يعني واحدة لجميع الأشخاص، لا تفرقة بين الأشخاص في الأحكام. فلو كان كل مجتهد مصيبا لزم اتصاف الفعل الواحد بالمتنافي، يعني يقول مجتهد أن هذا الفعل واجب ويقول آخر أنه ليس بواجب بل مباح أو مكروه أو مسنون، هكذا يقول. فإذا هناك حكمان متنافيان، يتصف فعل واحد بحكمين متنافيين من الحذر والإباحة هكذا، أو الصحة والفساد، أو الوجوب وعدمه. هذا ليس بصحيح، يعني اتصاف الفعل الواحد بالمتنافيين هذا لا يمكن. ثم وتمام تحقيق هذه الأدلة والجواب عن تمسكات المخالفين يطلب من كتابنا التلويح في شرح التنقيح. نعم، التلويح في شرح التنقيح لمتن التوضيح. نعم، فإذا هذا في الحقيقة مسألة من توابع أصول الفقه. نعم، لذلك هو أحال أدلة تحقيق هذه المسألة على كتابه التلويح في أصول الفقه، ثم بعده يبقى عندنا جملة واحدة من المتن: ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر، وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة. هذا التفضيل بين الملائكة والبشر. نعم، مسألة التفضيل بينهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.